مشاهدينا نتابع أهم أنباء المال والأعمال. باقة من الأخبار الاقتصادية بصحبة ميرنا إيهاب، إليك ميرنا. شكرا لكما محمد وإيمان، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. شهد وزير الكهرباء محمد شاكر توقيع عقد بين شركة سيمنز والشركة القابضة لكهرباء مصر، ويهدف العقد الموقع إلى توريد برمجيات نظام التحكم وإدارة شبكة الطاقة وإقامة بنية تحتية ذكية لقياس الطاقة بمنطقة الدلتا بقيمة تبلغ حوالي 40 مليون يورو، ويتم تمويل هذا المشروع من خلال هيئة التعاون الدولية اليابانية جاكايا، ويشمل المشروع عدد 10 محطات محولات وعدد 42 لوحة توزيع وعدد 100 وحدة حلق ذكية وعدد 175 ألف عداد ذكية. أكد وزير البترول طارق الملا أن المناطق الجغرافية البترولية ملتزمة بتنفيذ خطط الإصحاح البيئي بتنسيق كامل ومستمر على مدار الساعة مع وزارة البيئة، وتوفير كافة المعلومات والبيانات اللازمة لفريق العمل للإسراع بتنفيذ خطط الإصحاح البيئي. جاء ذلك خلال اجتماع وزير البترول مع وزيرة البيئة ياسمين فؤاد لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط التوافق البيئي لشركات البترول العاملة بمحافظتي السويس والبحر الأحمر ووفقا للاشتراطات البيئية، وذلك تنفيذا للتكليفات الرئاسية للجنة العليا للتوافق والإصلاح البيئي لحل مشكلة الصرف الصناعي لعدد من شركات البترول في مياه خليج السويس. ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الصادرات المصرية للصين سجلت 1.5 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022 مقابل 1.1 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2021، وذلك بارتفاع يقدر ب 36.7%. وأوضح الجهاز أن قيمة الواردات المصرية من الصين بلغت 11.1 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022 مقابل 10.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2021 بارتفاع يقدر ب 3.8%. في سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقية 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 951.3 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 35% ليغلق عند مستوى 14,838 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 89% ليغلق عند مستوى 2728 نقطة، وصعد مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 83% ليغلق عند مستوى 4019 نقطة. وإلى أسواق المال، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 24.59 قرشا للشراء و 24.66 قرشا للبيع، وسجل اليورو 25.83 قرشا للشراء و 25.92 قرشا للبيع، في حين وصل الاسترليني إلى 29.9 قروش للشراء و 30 جنيها للبيع. وبالنسبة للعملات العربية، فسجل الدرهم الإماراتي 6.69 قرشا للشراء و 6.71 قرشا للبيع، وسجل الريال السعودي 6.54 قرشا للشراء و 6.56 قرشا للبيع.
قال رئيس مجلس الدولة الصينية لي كاتشانغ لرؤساء منظمات دولية إن النمو الاقتصادي لبلاده سوف يحظى بانتعاش مستدام من خلال تطبيق إجراءات مكافحة فيروس كورونا المعدلة. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الدولة الصينية مع رئيس البنك الدولي ديفيد مالبس والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورج عام لمنظمة التجارة العالمية نيغوزي أوكونغو في هوانغشن. وخلال المحادثات شدد لي على أن الصين سوف تحافظ على سعر صرف ثابت بشكل أساسي، مما سيساعد على استقرار سلسلة التوريد العالمية. انتهت جولتنا الاقتصادية، العودة لكم مرة أخرى محمد وإيمان. شكرا لك برنا.